إذا فرضنا أن ميتاً لم يخمس في حياته، أول وظيفة على الوراث وظيفة شرعية، يعني واجب أن يخرجوا الخمس من تركة الميت. هذا مو ماله، هذا مو ملكه. ظاهر الآية الكريمة الله تعالى يقول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله، اللام لام الملكي، هذا ملك لله تعالى، هذا ملك للفقراء، هذا مو ملك الميت. هذا الميت يعتبر معتدي ويعتبر ظالم، هذا مو ملك الميت حتى ينتقل إلى وراثه، وإنما هذا المال مال الله، مال النبي، مال الإمام، مال المجتمع، الفقراء الذين هم في المجتمع. هذا الميت وضع يده ظلما وعدوانا على هذا المال، ماكو تعارف في الحقائق. هذا النوع من الظلم والعدوان. هل هنالك فرق بين أحد يأتي ويشوف فقير ويسرق منه مالا، وأحد لا يدفع الحقوق الشرعية التي لم يجعلها الله تعالى له؟ هذا في واقعه ظالم، وهذا في واقعه معتدي. راجعوا العروة الوثقى في كتاب الخمس، يقول: ومن منع منه درهما كان من الظالمين له، يعني لأهل. إحنا ما نقول لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، هذا واحد من الظالمين له.